صباح الخير او مساء الخير على الناس اللي بتشوف ام دي 710 Public Health and Preventive Medicine. ما زلنا يعني انا عرضت في فيديو سابق المحاضرة الاولى النصف الاول منها اللي هو يعني قد يكون اكثر الاجزاء جفافا، مفيش امثلة كتير، اللي هو مدخل الى منهج التدريس ومقرر الصحة العامة و و و دلوقتي هدخل معاكم في أول جزء من مقرر الـ Public Health. بقى دي المحاضرة، يمكن المحاضرة اللي فاتت ممكن تجروها كده بسرعة وانتوا في الجيم مثلا، لكن المحاضرة دي نبتدي نسمع فيها شوية التعريفات والقياسات المهمة للصحة. فإلى هناك نبتدي دلوقتي إن شاء الله نتكلم معاكم على، بما ان احنا بنتكلم على Public Health، What is Health؟ يعني ده سؤال البديهي الأول اللي المفروض نبقى كلنا بنصفه بشكل او باخر، لكن احنا عايزين التعريفات برضو العلميه وال يعني المتعارف عليه. الصحه كما تعرفها منظمه الصحه العالميه، وبرضو زي ما قلنا Public Health دائما ستكون هناك امور دوليه وسياسيه وعامه، فالمراجع في الصحه العامه دوليا، احنا يعني نعيش في عالم تحكمه موازين قوة وسياسات وحاجات كده، وبلاد الغنية بتتعامل مع بلاد الأخرى بشكل مختلف بسبب انه عندهم مجلس الأمن هو مجلس المنتصرين في الحروب، والأمم المتحدة اتعملت أصلا لضبط السلام في العالم طبعا زي ما هي فعلا اتعملت عشان كده، لكن في الآخر يحكمها يعني المصالح الناس الأقوى. بالتالي نفس الكلام لما جت الأمم المتحدة ويعني هيئات كتير قوي نعمل بقى حاجة للمحافظة على صحة العالم، طبعا الرسالة نبيلة جدا ولا تقليل منها أبدا، لكن العين بصيرة والإيد قصيرة عند الصحة العالمية دي. دي منظمة اتعملت للحفاظ على الصحة، لا فيها حروب ولا سياسة ولا موازين قوة، فبالتالي تمويلها مش زي مثلا الحاجات التانية، رغم طبعا ليها تمويل كبير وكل. ثانيا سلطاتها، ده الأهم عشان في ناس كتير بتنتقدها، هما في الآخر بني آدمين أطباء اختاروا العمل العام زي أي مكان في الدنيا قد يكون فيه نوع من بعض الفساد، بس مش زي ما الناس برضو بتوصف اللي بيقولوا مؤامرات وحاجات كده، وقد يكون فيه بعض المجاملات بعض الخجل. أنا مش قادر أكلم رئيس دولة، أنا حيالله منسق مثلا منطقة الشرق الأوسط هروح أكلم رئيس دولة، يعني في الآخر أنا بقترح على وزراء الصحة هما اللي بيعملوا أو ما بيعملوش. فهي منظمة لديها كثير جدا من الموارد والدعم الدولي، ولكن في النهاية سلطتها كلها لا تزيد على الاقتراح، وقد تكون يعني الإنذار، حتى لو تحذير شديد اللهجة، في الآخر كل بلد بتمشي سياساتها الصحية وفقا لمصالحها وطريقة حكمها و و فمنظمة الصحة العالمية جوها تحترم، بس ده لا بقول كل الكلام ده عشان برضو في الآخر لازم نحترمهم حين يعرفوا على الأقل الصحة. وتعريفهم للصحة الحقيقة لطيف، لأنه في جانبين، جانب إيجابي وجانب سلبي، بمعنى الصحة هي غياب المرض ولكنها أيضا أن تكون بحالة جيدة. مش كفاية أن أنت تكون مثلا جسمك وعقلك مش بيعانوا بس أنت مثلا عايش حياة بتكاد، لا. فهو عرف الصحة، ده التعريف الرسمي ليها اللي كل الناس بتتبناه، هي حالة complete يعني صحة، هي صحيح يعني زي بالعربي يقول أنت صحيح صحيح ما فيكش حتى حاجة ناقصة، physical, mental and social well-being. هي حالة ال well-being، انك تكون well في اللغة الانجليزية ما يقولك are you good معناها انت كويس، good يعني كويس بمعنى شخص جيد، او يعني انما well are you feeling well معناها انت في حالة صحية جيدة، not just the absence of disease. فمش كفاية ان انت ما يكونش عندك مرض، لكن انا عايز تكون في حالة well-being، ومش بس جسديا لكن physical طبعا هو المعنى الجسدي، منتال كمان العقلي، فالصحة العقلية جزء لا يتجزأ. وكمان بقى العقلية برضو عارفينها في الآخر، لكن أحيانا نتجاهل الصحة يعني النفسية والاجتماعية، مش العقلية بمعنى المرض العقلي. فلو لقينا مثلا يعني لو احنا طبعا احنا في حالة أصلا دلوقتي كلنا في كرب صحي سوشيال، قصدي يعني احنا بنعاني كلنا بشكل أو بآخر بدرجات متفاوتة من مشاكل اجتماعية بسبب الضغط الفظيع اللي علينا بسبب الجائحة، والناس اللي اضطرت تقعد في البيت، والناس اللي ما قدرتش تقعد في البيت وهكذا، والناس اللي متعودة جدا انها تخرج او تتعامل مع اصدقاء كتير ودلوقتي بيتم الحد من هذا العدد لاسباب صحية. فالسوشيال ده مهم جدا، يعني لو في شخص مثلا بيجي الكلية كل يوم ويحضر معانا المحاضرة بس قاعد في الركن لوحده، فهذا الشخص طبعا ممكن يبقى زهقان مننا وكده، لكن في النهاية يعني
ممكن يبقى مكتئب بتاعها شوية، لكن يوم يومين. لكن لو شخص كل يوم قاعد في الركن لوحده وتيجي تتعامل معاه منغلق تماما، لو احنا مش اشرار قوي يعني في هذا المدرج، يبقى اكيد في سبب، ويجب اعتبار ده حالة يعني تخالف الصحة النفسية الاجتماعية، فهو مش في سوشيال ويل بينج. زائد بقى انها عامة، يعني لسه هنتكلم طبعا عن الصحة العامة بعدين. الصحة عامة برضو امر يهم الدولة والعامة. فبالنسبة للدول طبعا، انا بالنسبه لي انا ان انا ابقى في صحه جيده دي حاجه مهمه، دي فطره يعني، فطره وغريزه عند كل انسان انه يحافظ على نفسه من الموت. لكن وبالنسبه طبعا للاسر والاقارب، انت بتحافظ على نفسك وعلى قرايبك والناس الغاليين عليك، كل ده جميل. بالنسبه للدوله بقى، مع كل غلاوتنا احنا، انت بالنسبه لبابا وماما اهم واحد في الدنيا، وابنك بالنسبه لك اهم واحد في الدنيا، كل، لكن انت بالنسبه للدوله في النهايه على عيننا وراسنا يعني، لو انا الدوله يعني او لو انا الحكومه، انت على عيني وراسي وحبيبي كله. لكن في النهاية انا عايزك تبقى productive، انت في هذه الدولة عضو منتج. لو انت طفل بتتعلم عشان تبقى منتج، لو انت بالغ يعني سن معين لازم تشتغل، ولو انت واخد اجازة فالاجازة دي برضو، كل الحاجات دي محسوبة، الدول حاسباها عشان لما توصل 60 سنة او 65 او سن التقاعد تستفيد من كل اللي انت زرعته طول الوقت ده، اللي هو في الاخر قدمته للمجتمع. فانت لو اي حاجه اثرت على هذه الانتاجيه بتاثر على الدوله كلها. يعني الصحه، انت عشان خاطر بابا وماما زعلانين عليك انك عيان طبعا، وانا مش بتريق يعني، دي حاجه مهمه جدا، حاجه اجتماعيه. لكن سياسيا و يعني في البوليسيز بقى، انت كمان لازم تكون سوشيالي اند ايكونوميكلي برودكتيف، لازم تكون عضو منتج في المجتمع فتره طويله من حياتك. وبرده ما نتجاهلش فتره الطفوله، ما هياش مش منتجه، لا، ده انت بتتعلم وتؤهل ان تكون منتج. ومنتج برضو مش لازم نربطها بالطبقية التعليمية، يعني مش محدش قال ان الهندسة والطب، لا، انت ممكن تكون منتج وانت بتمارس عمل مثلا يدوي، ممكن تكون منتج وانت بتلعب كورة، انواع الانتاج مختلفة، بتنتج يعني بترفه عن الناس مثلا، بتقول نكت، لو دي شغلتك يا سلام، ده انت دي اهم حاجة الناس طهانة طول اليوم، لو انت بتقول لهم نكت فعلا تضحكهم، انت برضو productive. ما الذي يؤثر بقى على الصحة؟ الكلام ده بقى اللي هو يعني أحيانا من كتر بديهيته ممكن نعتبره يعني، في ناس بيسموها رغي وكده، لا، ده كلام مهم جدا. في ثلاث عوامل جوه الفرد بيسموها within the individual، وفي عوامل خارجة عن الشخص بتأثر في صحته. فال within the individual، خدوا بالكم أنا بتكلم حتى الآن عن الصحة الخاصة، مش يعني صحتك أنت كفرد، لسه نتكلم على صحة جماعة، سواء جماعة صغيرة أو كبيرة. في أسباب وراثية، عوامل وراثية، عوامل تتعلق بأسلوب حياتك، وعوامل تتعلق بكيف تهتم بصحتك يعني. فالهيريديتي اللي هي الوراثة دي، هذا ما جناه أبي علي كما يقال، ورثت حاجة خلاص هتعمل يعني مرض، أو اتولدت مثلا بأربع صوابع بدل خمسة، هو بيبقى ديفكت معين أو حاجة unusual، مش لازم ديفكت عشان برضو ما يعني اتولدت بحاجة بتخليك تاخد بالك زيادة، عندك قابلية للسمنة مثلا غير شخص تاني، فخد بالك في اكلك اكتر، عندك قابليه لمرض السكر فخد بالك، عندك ما اعرفش ايه. لايف ستايل بقى ده اللي في ايدك بنسبه كبيره جدا، برضو بتتوقف على العادات والتقاليد، مثلا الشعب ده بياكل سمنه كتير، الشعب ده ما بيسلق الاكل، الشعب ده بياكل مثلا سوشي واعشاب زي اليابان عشان عايشين برضو في حته بحريه جدا، فبيستعملوا حاجات بحريه كتير، اللي هي السي ويد، كلمة هربانة مني بالعربي، بس اللي هو الطحالب المختلفة اللي ممكن تدخل في الأكل. فالحاجات دي كلها بتأثر في صح، في شعوب مثلا مدمنة كحوليات، يعني مش شعب اتولد مدمن، لكن مثلا بلاد باردة جدا بيقول لك مضمض بشوية كحول، وفي شعوب بالعكس ثقافيا ودينيا بتمتنع عن الحاجات دي وهكذا. الهيلث كير بقى، انت بتهتم بصحتك ازاي، والهيلث كير سيستم كمان بيهتم بيك ازاي، وده اللي يجي من بره الهيلث كير بتاعتك، اللي هو بتغسل وشك، تغسل سنانك، مش عارف ايه. العوامل الخارجيه دي اللي جايه من المجتمع، لها الدخل، في عوامل اقتصاديه لا شك بتاثر على الصحه، التعليم بيأثر وهكذا. ده كل ده صحه الفرد، هنقول زيه بالظبط على صحه المجتمع قريب. الحاجه الطريفه ان انا يعني لما باجي ابص على كلمه الصحه في القاموس الانجليزي، كلمه صحه يعني احنا في كلمات في العربي بتترجم بتتفك بخمس ست كلمات في الانجليزي، واحيانا بالعكس تلاقي كلمه في الانجليزي مثلا ليها اربع خمس ترجمات. فكلمة الصحة بالعربي ما بنقولها زي ما قلت لكم، محل الأدوات الصحية ده محل مش بتاع
مش بتشتري منه مثلا بلطو المعمل ولا لا، اسمها مستلزمات صحيه. لكن لو محل اسمه ادوات صحيه ده ليه علاقه بالسباكه، طب ليه كل الحاجات دي متعلقه بالصحه؟ لكن في 3 كلمات في الانجليزي بيوصلوا الصحه، وبرده مش عايزين نلغي فيهم كتير. هيلث طبعا احنا لسه معرفينها، اللي هي يعني كلمه اباف تكرر مرتين، اللي هي التعريف اللي اتقال سابقا اللي هو ويل بينج على 3 مستويات، فيزيكال ومنتال وسوشيال. هايجين بقى، كلمه هايجين دي اللي احنا سمعناها كتير قوي دلوقتي، اللي هي العادات الصحيه الشخصيه، بيسموها الصحه والنظافه الشخصيه. وفي كلمه سانيتيشن برضو نظافه. ففي كلمه صحه بالانجليزي، اسف يعني كلمه صحه بالعربي تترجم بالانجليزي لكلمه هيلث وهايجين وسانيتيشن، ولكن ليهم معاني مختلفه. الصحه الهيلث هي الصحه بالتعريف القاموس بتاعها، اللي انت سليم ما عندكش مرض وفي حاله جيده، ويل بينج. هايجين معناها النظافه الشخصيه بالتحديد، الممارسات الشخصيه اللي بتتعمل، conditions or practices اللي بتخليك to maintain your health. يعني لما بتحافظ على هذه الهايجين بتوصل للهيلث او بتحافظ على الهيلث، لانك تغسل سنانك، تغسل وشك، تغسل اظافرك، مش عارف ما تستحماش بنفس الفوطه، ما تشاركش فرشه سنانك مع حد، حاجات زي كده، دي اللي بيسموها هايجين. سانيتيشن نفس الكلام، نظافه، ولكن نظافه على مستوى مش الشخصي، على المستوى الخارجي بقى، الاجزاء والاشياء اللي بتتعامل معاها، اللي هي الكونديشنز اللي توصل لك انت انك تفضل في حاله صحيه جيده. خاصه دايما السانيتيشن بتتعلق بالميه والفضلات، سواء فضلات برضو مائيه يعني اللي هي المجاري، او فضلات صلبه اللي هي الزباله. فسانيتري بتشمل هايجينيك وكلين. وعشان كده زي ما بقول لكم في العربي تلاقي كلمه الصرف الصحي اللي هو المجاري، والادوات الصحيه اللي هي ادوات السباكه. الظريف لما رحت برضو القاموس، يعني دورت على الانترنت طبعا، ورحنا رحت القاموس لسان العرب طبعا، يعني انا بحب الحاجه طبعا دي مش هنذاكرها، بس ده للناس اللي هتاخد الكورس. لكن برضو انترستنج يعني ان احنا نشوف القواميس العربي زي ما فيها كده صفه ان هي يعني دايما تديك كل حاجه ما عدا معنى الكلمه، يعني هو بيديك مشتقات الكلمه ومصدرها ومقالها ووزنها واعرابها، ولكن لا يعطيك يعني طب يعني ايه بس في الاخر. فقال لك قوله الصح والصحه، هو كده يعني مكتوبه كده، الصح والصحه زي ما هي متشكله كده قدامك. جايه منين بقى؟ من بالضم والكسر، يعني هو قال لك زي فعل، فعل وفعل. طيب يا سيدي، طب هي معناها ايه؟ كالقل والقله، ماشي، والذل والذل، معناها ايه برضو؟ اخيرا يجي المعنى هنا، خلاف السقم وذهاب المرض، اللي هو نص المعنى بتاع منظمه الصحه العالميه. وده اشهر سؤال ترو اور فولس في امتحانات الببليك هيلث، بيبقى استفتاح كده كلام في الامتحان، اللي هو الهيلث ديفينيشن از اونلي ابسنس اوف ديزيز. طبعا لا، يعني قعدنا ساعه في الكلام ده. الهيلث ديفينيشن از نوت اونلي ذا ابسنس اوف ديزيز بات اولسو ذا فيزيكال منتال اند سوشيال ويل بينج، وكمان اسوشيتد وذ ايه؟ وذ انك تبقى عندك برودكتيف لايف في السوسايتي. جميل. فهو شبه كلام قاموس، او يعني بعض كلام قاموس لسان العرب، ولكنه طبعا استرسل بقى وقال لك انه صح فلان من علته واستصح مشتقاته، واداك بيت شعر يعني تمام، يعني كما قالوا سقيم فلئن نفض الاسقام عنه واستصح، وهكذا يعني تمام. في النهاية يعني ما قالكش المعنى الحرفي والتعريف، لكن برضو هو جاب حتة من التعريف اللي بعد سنين كتير شبه منظمة الصحة العالمية. نيجي بقى للpublic health كعام، وبرضو أنا يعني لا أريد الاستطالة في التعريفات، لكن ليه public health وإيه اختلاف الكونسيبت ده؟ مهم جدا بقى، يعني نبتدي بقى نركز من أول. يعني كل الكلام اللي فات كان مسلي وكده ودردشة، لكن من أول هنا بقى الكونسبت بجد بتاع الببليك هيلث هو ممكن يتقال بسهوله، وممكن يعني ما نطولش فيه، بس مهم قوي نفهم يعني بالظبط الببليك هيلث ايه. ببليك اللي في الببليك هيلث دي هي الصحه العامه، تفرق كتير جدا عن صحه الشخص، وبالتالي الطبيب والصيدلي وكل الطاقم الطبي يعالجوا فردا في الاخر. يعني انت بيجي لك واحد في الاجزخانه، بتروح لواحد في المستشفى، بيجي لك واحد في العيادة، هو جاي يتعالج هو شخصيا. انت كل هدفك في الصحة الخاصة دي اللي هي العلوم الصحية كلها اللي انت درستها لغاية دلوقتي واللي انت بتمارس، كل الناس، كل الأطباء والصيادلة اللي في البلد مهمتهم يعالجوا أفراد، ما عدا هؤلاء الأطباء والصيادلة. برضو أنا بقول باقي الطاقم الطبي كله والتمريض والخبراء الأوبئة وكل الناس دول والأسنان،
اللي بيشتغلوا في وزارة الصحة قسم الطب الوقائي، أو اللي بيشتغل في المعامل المركزية، دول هدفهم عينهم على المجتمع، سواء المجتمع هو حي مثلا المنيرة أو محافظة القاهرة أو جمهورية مصر العربية أو قارة أفريقيا أو منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، يعني التقسيمات المختلفة السياسية وكده، دول عينهم على هذا الكلام. وبالتالي الطبيب مثلا دخل له مريض سخن ولا مش سخن بيعالجه، انما خبير الصحه العامه سخن ولا مش سخن، بالذات احنا فاهمين بقى الكلام ده كويس جدا دلوقتي، انا مش بس خايف عليك، انا خايف منك وعليك يعني، وخايف على المجتمع وحاجات كتير، خايف على برضو عليك من المجتمع وهكذا. فانا دخل لي واحد سين الشخص ده مريض ومرض معدي، فانا خايف دلوقتي عليه، عايز اعالجه وعايز كمان ابلغ السلطات الصحيه عشان نحمي المجتمع. طب انا العكس، بخلي شخص وكان فاكر نفسه مريض ومثلا عملت له مسحه وطلع مش، طب اشوف المخالطين ليه، عايز احمي، زي ما بقى الكلام ده بقى بنسمعه كتير جدا دلوقتي، فبقى اسهل نفهم. فالبابليك هيلث دي اختلاف الكونسبت فيها تماما عن الهيلث العاديه. وزي برضو ما قلت لكم، فكره العلم ده اللذيذ فيه يعني انه نجاحنا فيه هو انك ما تعيش خالص. فهو نفس التعريف، ما هو تعريف الهيلث ايه؟ فيزيكال ومنتال وسوشيال ويل بينج. فهدف البابليك هيلث هو هذا المجال، هذا الجزء من الصحه يعني، the field of health sciences، اللي بيعمل ايه بقى؟ safeguarding. هي دايما في التعريف ما ينفعش تقول، احنا مش بنحفظ تعريفات على فكره طبعا، الناس اللي هتدرس الكورس ده للامتحان نحن لا نحفظ التعريفات لان احنا مش بنصم يعني. انا بفهم التعريف كويس جدا وبفهم اللغه بتاعته عشان لما اشوف التعريف اعرف الكلمه اللي هو بيقولها هي ايه. ايه الفرق الدقيق بين كلمه صحه وبين كلمه صحه عامه؟ هي كلمه safeguarding. طب ليه استعمل كلمه في الانجليزي تعتبر صعبه نسبيا؟ لان معنى سيف جاردنج الحفاظ على، يعني to keep أو to maintain، ماشي. فهو يعني أنا عايز أقول ما ينفعش يحط نفس الكلمة في التعريف زي كلمة prevention. يعني أنت عايز تعرف ليه هو اسمها preventive cell health، فبالتالي بتعرف أن هي سيف جاردنج اللي هي الحفاظ على الصحة زي كلمة preventing، بس مش بس حفاظ برضو improving. هتلاقوا الحكاية دي في كل حاجة بنقولها النهاردة، دايما في جزء سلبي او الطقس السلبي، امنع المرض سيف جاردنج احمي، وامبروفنج كمان. لو واحد مش مريض احسن صحته، وزنك كام يا سيدي؟ انت مش مريض بس العب رياضه عشان توصل للوزن المناسب لطولك. ممكن يبقى وزنك زي الفل وطولك زي الفل بس مثلا نسبه الدهون مش عارف ايه، كلك زي الفل والدهون قليله بس العضلات ضعيفه مش ضامر او بتضمر، العب رياضه وهكذا. ليه؟ عشان احسن نفس الكلام بقى، فيزيكال منتال اند سوشيال ويل بينج. مين بقى of the community؟ ده الفرق مش الانديفيديو. وبالتالي public health دي علم، زي ما بيقولوا علم وفن يعني. لا مش علم وفن بس، هي علم وممارسة في نفس الوقت، يعني زي حاجات كتير يعني. احنا بنسمي الطب والصيدلة والحاجات دي professional sciences، يعني مش مجرد علوم basic، هي professional science. بتتخرج بتاخد professional degree عشان تمارس هذه المهنة، مش مجرد ان انت بتدرس الصيدلة مثلا للأبحاث فقط، لأ ده جزء قليل قوي اللي هيشتغل فقط في الأبحاث، لكن معظم الناس هتطلع تمارس هذه المهنة. فالصحة العامة هو مهنة برضو تمارس، إن أنت تحمي يعني اللي بيشتغلوا في وزارة الصحة كلهم، وبالذات في الأجزاء بتاعة الطب الوقائي ده، كل يعني هما فعلا بيسهروا ليل نهار بالمعنى الحرفي عشان ما تحصلش مصيبة. ولو نجحوا الناس هتقول لهم أنتم مش بتشتغلوا، بمعنى أصح يعني مهولين الدنيا. ودي مشكله كبيره في الصحه العامه، وبرده كورونا الكوفيد 19 وضحها، ان لما الناس بتحذرك بتقول انت بتبالغ. طب ما انا نفسي ابقى ببالغ يعني، احسن لي ان انا بالغ واطلع غلطان على ان انا اهون. وطبعا مش برده يعني كل شيء مفهوش يعني، كل شيء نسبي ومش لازم يبقى disproportion. فانا احسن لي احذرك زياده وما يجيلكش المرض، ممكن تلومني بعد كده تقولي انت خوفتني وخضتني، معلش يا سيدي تخض شويه بس انت خفيت ما مرضتش، احسن بكتير من ان انا اقول لك يعني احتمال ما يجيلكش حاجه وعيني يجيلك. فالناس دي لو نجحت هتقول انتوا مش شغالين. دي مشكله، ايه ده؟ ازاي انتوا قعدتوا تقولوا لنا مرض ومش عارفين وما حصلش حاجه؟ طب ما احنا نجحنا يا سيدي في منعه. فطبعا في حاجات كتير جدا بتتمنع وحاجات لا بتفلت. فهدف البابليك هيلث هو ده، protecting and improving the community health ككل، كعلم وكممارسة. طيب افتكروا كده، من كام دقيقة قلت ان الصحة بتتوقف على عوامل وراثية وعوامل يعني جوه الفرد نفسه، وراثية او ليها علاقة بممارساته الصحية وممارساته الحياتية التانية وثقافته بياكل ايه وكده، وفي حاجات خارجية خارجة عن الارض. نفس الكلام بالنسبة للمجتمع،
ودي جميلة جدا، ودي من أهم سلايدز في الكورس ده، وأهميتها تكمن في إنها برضو بتبعث بعض الإيجابية. ماذا قالت برضو زي ما قلنا الـ WHO ذكرناها من شوية؟ الـ WHO من أعلى الـ authorities في العالم زي ما قلنا، الـ authority يعني المعنوية مش المادية، يعني ما هم لهمش سلطة تنفيذية ولكن ليهم سلطة النصح والإرشاد والتحذير بسبب علمهم، إن هم بيقولوا لنا ماذا يحدث في الأوبئة وما شابه. فالولايات المتحدة في حاجة اسمها Centers for Disease Control، وانتشرت هذه المراكز في العالم كله، ففي China Centers of Disease Control، في مصر بتبقى جزء من المعامل المركزية برضو بتاعت الوزارة، لكن هي كلها موجودة في كل البلاد حاجة شبهها، اللي هي المركز اللي بيدرس ويراقب وبيسموها ايه زي ما بتسمعوا في تقارير وزارة الصحة اليومية دلوقتي، الترصد والتتبع، بيعمل عملية ترصد وتتبع ومراقبة لكل الأمراض اللي بتأثر في المجتمع. حددوا في أمريكا أربع عوامل تقريبا تسري على العالم كله برضو، more or less طبعا بتختلف من بلد لبلد، بس هما في الآخر نفس النسب. إن الصحة في الآخر صحة المجتمع كله بتحددها حاجات سلوكية زي ما قلنا lifestyle، حاجات بيئية من الخارج، حاجات طبية، طبية هنا بمعنى الطواقم الطبية وتوافر مستشفيات والعلاج وكده، وحاجات وراثية جينية. دي جميلة جدا. أنا لو أنتوا قدامي دلوقتي هسألكوا سؤال مباشر، ماذا تقول لك هذه الأرقام؟ تشجعك ولا الأرقام دي بتقول حاجة مهمة جدا، إن إحنا مبدئيا مش محكوم علينا بالإعدام، ما جناه أبي على زي ما الناس بقى ما جناه أبي على مش عارف إيه، لا الجينيتك فاكتور 16% فقط، البيئة 21% فقط. طب البيئة دي ممكن أغيرها وممكن ما أغيرهاش، يعني مثلا لو إن أنا عايش في بلد فيها تراب كتير ومش قادر جسمي صدري تعبان أعزل، يعني مش كل واحد عنده رفاهية إنه يقدر يعزل وينقل شغله، بس لو حاجة بتموتك يعني اعتزلها، اعتزل ما يؤذيك. لو انت في حتة فيها رطوبة عالية جدا وصحتك ما تجيش على رطوبة، روح حتة جافة. لو يعني انت لو في مصر مثلا عندك الاوبشنز دي، يعني في حاجات ما عندكش فيها اوبشنز، لكن عندك اسكندرية مثلا رطوبتها زيادة عليك، روح مثلا البحر الاحمر. البحر الاحمر مش عارف حر بالنسبة لك، روح مش عارف فين الجفاف، في ناس الجفاف مش كويس، عشان في ناس التراب، مفيش حد التراب بيقدر يعيش، يعني اكيد ما حدش بيحب التراب بس في ناس بتستحمله. فلو انت في حته مثلا فيها تراب كتير وخلاص عندك رب وكده انقل، ده الانفايرمنت. في حاجات ما نقدرش نتحكم فيها، مثلا الجلوبال يعني التلوث العالمي كله، ما يعني ما مش هتروح بقى تعيش في جزيره لوحدك، يعني مش دايما تملك هذه الرفاهيه، ما انت محتاج تشتغل في حته قد تكون بالذات لو انت بتشتغل في الصناعه. جينيتكس برضو يعني حتى قريبا كان دي مستحيل تغييرها، بس دلوقتي برضو في بعض التعديلات الوراثيه وقدامها هيبقى في اكتر الجين ثيرابي وما الى ذلك. كل ده كل المباشر بقى في الموضوع ده، الحته الثانيه اكتر من 50% في صحتك، زي ما كان في برنامج زمان بجد بقى بيقول الصحه بين ايديك 53%. دي اهم حاجه في السلايد دي، واهم حاجه ممكن تتسال فيها في السؤال، يعني لو احنا بنتكلم على دراسه وامتحان. more than 50% of يعني the health status is determined by lifestyle factors. صح دي يعني ده سؤال صح وغلط. You can يعني control more than 50% of factors leading to health. صح. ليه بقى البيهيفير دي بقى ده كله في ايدك؟ طبعا مش سهل يتغير بالذات لو عاده قديمه زي التدخين مثلا، لكن مش مستحيل. الدايت، تغيير نظام الغذاء، والدايت مش دايما معناه ان الواحد يحاول يخس، بالعكس ممكن يبس تزود خضار في اكل، يعني حسب. في ناس الدايت هدفه انه يتخن او وزنه يوصل للوزن المناسب. الاكسرسايز طبعا اللي احنا احيانا كتير بنهمله، ده لازم يكون يومي واسبوعي، كل انواع كتير من الاكسرسايز، ويت كنترول، كل الحاجات دي، والتدخين اهم الامثله. الميديكال برضو ده البلد ممكن تحكمه، والافراد برضو يتعاونوا، بالذات في بلد زي مصر برضو القدرات الاقتصاديه فيها متوسطه، احنا بنعتبر من الميدل انكم كونتريز او لو ميدل انكم كمان، لكن الجمعيات الاهليه بتشتغل كويس جدا، سواء مؤسسات دينيه مؤسسات اجتماعيه بتساعد في الميديكال هيلث. يعني في ناس كتير جدا بتتعالج في حاجات اهليه، مش شرط. المهم ان في الاخر الحكومه مع الاهالي مع القطاع الخاص يزود كفاءه الميديكال فاسيلتي. فبالتالي نقدر نقول ان اغلبيه الصحه في ايدينا كاشخاص وكمجتمع، دي مهمه جدا. ولو فكينا الرسمه دي بحروف، طبعا بالنسبه برضو للناس اللي بتاخد الكورس ده عشان هتمتحن فيه، الفكره مش اننا نحفظ الارقام وكده، لا الفكره بس اهم حاجه فيها ان اكتر من نص في المية، من نص 50% من الفاكتورز دي او من الهيلث ستاتس از ديتيرمند باي لايف ستايل، ويتش مينز يو كان موديفاي.
الانفايرمنت ممكن نحاول كلنا نحسنه او نعتزله. الجينيتكس بقى دي اللي صعبه بس فيها برضو شغل. واقل حاجه هي الهيلث سيرفيسز او الميديكال فاسيليتيز، بس يعني مش اقل معنى، يعني اقصد ان هي فاكتور في الاخر بنسبه 10% بيساهم. لكن طبعا لو يعني لو انت في قريه مثلا ما فيهاش مستشفى ولا عياده، ما طبعا لو حد حصل له ازمه قلبيه بسيطه من اللي بيتعالجوا بسهوله ممكن يروح فيها. في بلاد احنا شفنا برضو في جائحه الكورونا برضو اظهرت حاجات كتير جدا، بلاد متقدمه جدا حصل لها اوفرويلمنج للهيلث سيستم. ايطاليا من اقوى الهيلث سيستمز في العالم، ما قدرتش في وقت معين كان هينهار السيستم. وفي بلاد تانية صغيره جدا والهيلث سيستم فيها متواضع بس قدروا يمنعوا. يعني الوقايه دايما بتفرق جدا لاسباب كتير. طيب ايه تاني عايزين نقوله في موضوع الهيلث ده؟ كيف تقيس صحه بقى فرد او مجتمع؟ نقول بقى بسرعه الانديكيتورز. في 6 مقاييس، 2 منها بسميهم سلبيين بمعنى ان يعني كل ما يقلوا معناه ان الصحه عاليه، و4 ايجابيين دول مقاييس ارقام بتعبر عن الصحه. طبعا حاجات سهله جدا بديهيه بس عايزين نسردها ونذاكرها، دي مهمه. في 6 ارقام او يعني 6 مفاهيم او مقاييس بنسميها ماتريكس او انديكيتورز للصحه. الوفيات والمرض والامراض طبعا واضح من كلمتها انها سلبيه، دي حاجات كلما زادت معناه ان الصحه اقل في هذا المجتمع. و4 حاجات ايجابيه اللي هي التغذيه وبرده الهيلث كير اللي احنا عمالين نتكلم عليه اللي هو النظام الصحي والعوامل البيئيه والعوامل الاقتصاديه والاجتماعيه. mortality, morbidity, nutritional status, healthcare, environmental factors, socio-economic factors. في يعني حاجه من الحاجات الطريفه، انتوا عارفين احنا الموت علينا حق، طبعا دي حاجه يعني كلنا بنقولها. فلما انا اتكلم عن mortality مش بقول ان عشان مش بقول ان انا اقدر اتحكم في المورتاليتي ولا احسبها ولا حاجه، لكن في مؤشرات، في حاجه اسمها المورتاليتي او الفاتاليتي ريت. ده بيتقاس في اي منطقه في الدنيا، ممكن تكون قريه، مدينه، بلد، مجتمع العالم كله، هو عدد الوفيات في مكان معين ان كالندر يير، بس عشان الدقه يعني كالندر يير يعني من 1 يناير الى 31 ديسمبر. لو عايز تاخد باي تقويم تاني ماشي، بس يعني من اول السنه لنهايه على عدد السكان في السنه دي في المكان. يعني لو عدد سكان مصر هذه السنه 102 مليون وانا عايز اعرف المورتاليتي ريت اشوف كل واحد مات في مصر في سنه 20، طيب هل المورتاليتي ريت دي يعني احنا بنقول الموت ده حاجه حتميه، الموت علينا حق، طب ايه فائدتها؟ فائدتها انها تفضل كونستنت، كلنا هنذوق الموت خلاص، كل الناس هتموت بعد الشر علينا كلنا يعني وبعد عمر طويل بس كله بيموت. لكن المورتاليتي ريت بتاع البشر 100%، لكن المورتاليتي ريت بتاع سنه 2019 كام؟ مثلا سي انه 3 في الالف، هو دايما بتتقاس بالالف يعني الحمد لله مش في المية يعني، لانها بيبقى رقم اصغر من في المية، لو في المية تبقى في مشكلة. سي انه 3 في الالف اي رقم يعني مش في دماغي رقم معين دلوقتي، لو في سنة معينة الرقم ده بقى 3.5 في الالف، ده مش قليل 3.5 في الالف يعني يعني اضرب في الف بقى 3500 في المليون ومش عارف كمية مليون كام، لازم نفسره. يعني سنة 2020 للأسف بالتأكيد هتلاقي فيها زيادة في مورتاليتي ريت لسببين، سبب الناس اللي ماتت بسبب كورونا اللي هو مش كتير قوي ولكن رقم، ثانيا الناس اللي سابت بسبب اللي ماتت بسبب قله الرعايه الصحيه بسبب الكورونا. الحاجه الوحيده الايجابيه للكورونا فيروس اللي جه هو انه لما قعدنا في البيت واتحجرنا حجر صحي ولبسنا كمامات قللنا امراض تنفسيه كتير تانية كانت بتيجي. ما هو انت لما لابس كمامه بقى مش هتفرق هتاخد فيروس انفلونزا ولا فيروس كورونا ولا فيروس ادينو فيروس، اي فيروس تنفسي ممكن يكون قل. لكن في المقابل اللي عايز يخش مستشفى والمستشفى فيها عزل معرفش يدخل، الدكتور خايف يعالجه او الدكتور نفسه حصل له عيان يعني، ده كله تاثيرات هتاثر على الفيتاليتي ريت بتاع السنه اللي فاتت اللي هي 2020 لما تخلص والاعوام يمكن العام المقبل. في نسبه تانية بقى مهمه لا نتجاهلها هي نسبه الاعتلال. طب انا ما هو في عايش على قيد الحياه لك، ما هو دي برضو حاجه مهمه بيقولوا ما تخافش لك كورونا ما موتش غير 5%. طب ماشي يا سيدي 5%، طب اللي عاشوا بقى 95% حصل لهم ايه؟ يقول لك مثلا 20% منهم ما زالوا بيتنفسوا بصعوبه. طب انا مش عايز كده، مش عايز اعيا خالص. فالموربيديتي قعدت في البيت كام شهر بسبب الكورونا، في ناس قعدت اسبوع، ناس قعدت اسبوعين، ناس قعدت شهر، فدي اللي بيسموها الموربيديتي ريت اللي هي نسبة الاعتلال. برضو نفس التعريف، عدد الحالات اللي عندهم مرض في كالندر يير على عدد السكان. فلو مثلا مرض بيموت الناس بنسبة 3% ماشي، يبقى دي المورتاليتي بتاعت المرض ده في السنة،
لكن بيقعد 20% في البيت، طب ما ده مرض مش كويس، بيقعده في البيت لمدة شهر، دي بتتحسب كل الحاجات دي. يبقى مؤشرات الصحة في أي مجتمع إن أنا بشوف، أو لأي مرض أو لأي حاجة، إن أنا أشوف mortality rate بالوفيات والموربيديتي rate. طب إيه الإيجابي بقى؟ الـ nutritional status، يعني مثلا دي بتبان أكتر في الأطفال، لأن الناس الكبار طبعا نموهم ما بيزيدش بالوزن والطول، يعني ما فيش حد تقول أنت طولت ما شاء الله وأنت عنده، هو عنده 30 سنة يعني، أو وزنك زاد، بالعكس وزنه لو زاد غالبا وهو عنده 30 سنة هتبقى سمنة يعني، غالبا طبعا كل حاجة ليها استثناءات. فإحنا بنشوف في الأطفال البوزيتيف هيلث انديكيتور ان اطفال كوميونتي معينه يبقى وزنهم في الرينج المطلوب. برضو نادرا ما بتلاقي طفل صغير قوي لسه ما لحقش بقى يجي له سمنه. فكل ما الوزن قل، زي بقى البلاد اللي بتبقى فيها مجاعات وحاجات كده، فدي بتبقى lower health status. عشان كده بنسمي nutritional status a health indicator that is positive in nature. كل ما زاد، برضو بنتكلم على حاجه دقيقه بس، اللي هي الاطفال لما بيتولدوا واول شهور من ولادتهم وزنهم قد ايه. الهيلث كير انديكيتورز الاخرى اللي هي عدد الدكاتره في مجتمع معين وعدد المستشفيات، كل دي مهما كان بقى مستشفى قديمه جديده، في الاخر العدد بيفرق. فالريشيوز القليله في الحاجات دي معناها بور هيلث كير، وبالتالي ده مؤشر ايجابي. لما بيزيد عدد المستشفيات بالنسبه مثلا ل 1000 ساكن حي معين، مثلا في قرية معينة أو بلد معينة فيها عدد سكان أكتر من غيرها، محافظة معينة أكتر من غيرها، هتقول دي مؤشر إيجابي للصحة في المحافظة دي. في النهاية كله برضو كلها يعني إيه أقدار، وممكن حد يحصل له حد ما يحصلوش، لكن في النهاية زي ما قلنا برضو في حكاية الوفيات زمان، كان لما تيجي تحسب متوسط وفيات الإنسان كبشر يعني تلاقي 40-50 سنة. إزاي؟ ما في، نعرف واحد عنده 80 سنة، ده زمان يعني مثلا 200-300 سنه. دلوقتي متوسط الوفيات اللي هو بنسميه، اسف مش متوسط العمر اللي بنسميه اللايف اكسبكتنسي، فجاه بقى يعني زاد جامد يعني، في بعض البلاد 70-75، بعض البلاد فوق ال 80 كمان. طب ايه ده معناها ايه؟ معناها ان اكتر حاجه اتحسنت هي وفيات الاطفال. كان نص الاطفال كانوا بيموتوا زمان من 200-300 سنه، اساله جدا يعني مش 200 اقل من كده، اسال جدك او جد جدك يعني، اسال مثلا جدك ربنا يديله طول العمر، او اسال يعني لو والدك على جد او والدتك، يقول لك مثلا انا جدتي كان عندها 7-8 عيال، عاش منهم 2 بعدها. حتى اسماعيل ياسين بيغني اغنيه كان عندها 12 ولد ما فضلش منهم الا، كان طبيعي جدا من 100 سنه ان الناس تخلف 5-6 ويعيش منهم 2-3. دلوقتي الحمد لله نادرا ما بيموت الاطفال. فده عارف لما يبقى عندك 10 اطفال ماتوا في سنة سنتين، يقلل المتوسط جامد جدا. فمجرد منع وفيات الأطفال ده بالتطعيم وبالعلاج الصحي، يعني الوعي الصحي اللي زاد، خلى متوسط أعمار البشر يزيد. الحاجة التانية برضو الأمراض القلب والحاجات دي لما ابتدت تتعالج، زمان كان واحد أزمة قلبية مع السلامة. عشان كده يعني في ناس كتير، ناس كتير عاشت 80 سنة، ولكن كتير قوي كانوا بيموتوا في منتصف العمر. الأعداد دي برضو بتقل. في المقابل في حاجات تانية بتموت بقى، حوادث السيارات والاكتئاب وكده، دي قصة تانية. ففي النهاية الانديكيتورز زي ما قلنا فيها إيجابي وفيها سلبي. الانفيرومنتال فاكتورز دي معناها إيه؟ طبعاً الكواليتي بتاعت الانفيرومنت نفسها، اللي الهواء والمية والحاجات اللي قلنا عليها، زائد برضو زي ما قلنا السانيتري فاسيليتيز اللي هي المجاري والصرف والحاجات دي كلها مهمة. الكواليتي اوف اير مهمة، يعني مصر مثلاً فيها أماكن جميلة جداً نقية، لكن عندنا القاهرة من أسوأ مدن العالم في تلوث الهواء. طبعا 5-6 مدن في الصين وفي الهند من أسوأ دول العالم. المكسيك عاصمتها اللي هي مكسيكو سيتي، يعني الدول الكبيرة جدا اللي فيها سكان كتير ومصانع بتبقى طبعا الانفيرومنتال فاكتورز فيها ضعيفة. أخيرا السوشيو ايكونوميك، برضو مفيش حاجة قاعدة دائمة، مش شرط ان الشخص يكون غني او فقير يبقى صحته احسن، ولكن in general متوسط الدخل بيأثر على الصحة طبعا. ممكن واحد الفلوس تجري في ايده ويبتدي يشرب وياكل ومش عارف ايه، يجي له امراض السمنة والتفاصة والالكوهول، ماشي ماشي حقيقي، ولكن في المجمل الانكم بينعكس ايجابيا على الصحة، لانه يعني يقدر يتعالج ويتطعم ويروح لطبيب خاص يتابعه. التعليم طبعا بالتأكيد العالم بيبان، التعليم الحقيقي طبعا، مش الصور، مش ان واحد يخش وياخد شهادة، لكن زي ما سمعنا في قصص زمان ان مش عارف طه حسين لما اتولد مش عارف حطوا له ايه على عينه عشان ما كانش فيه وعي وتعمى وهكذا.
برضو معدل زيادة السكان، هو ده مش يعني ده في حد ذاته مش إيجابي، بمعنى إنه مش كل ما يزيد حاجة كويسة، لكن in general السوشيو ايكونوميك indicators بتعتبر من المعدلات الإيجابية، بمعنى كل ما تحسن الاقتصاد والمجتمع تحسن، بمعنى تعلم كويس، مستوى المعيشة عالي، الناس مثلا زمان ما كانش لو حصل وباء ما كانش بيعرف غير لما يجي له واحد راكب على حمار مش عارف يعمل ايه، بعدها اخترعوا العربيات، وبعدها اخترعوا التلفزيون والاذاعه، الاذاعه الاول، فبقى في ثانيه ممكن وباء يجي البلد كلها تعرف. كل دي عوامل ايجابيه تحسن الصحه. اخيرا وليس اخرا، اخر كونسبت نركز عليه كده النهارده، اللي هو الهيلث كير متريك او قياس اسمه دالي. كلمة دالي طبعا ده في مصر في ناس اسمها الدالي، ولكن هنا بمعنى disability adjusted life years. ده كونسبت صعب شوية علينا تخيله، عشان يعني برضو ما حدش بيحب يفول على نفسه يقول انا هعيش قد ايه اوكي، بس خلينا نحسبها كده انت المفروض يعني، هي انا بسميها كده بالبلد يعني، دالي دي بتقول فاتك قد ايه من عمرك. دالي ده مؤشر يعبر عن الديزيز بيردن، وبالتالي ده مؤشر عامه يعني هو نفسه سلبي. معناها ايه disability adjusted life years؟ يعني هقول لكم معناها بس محدش يعني ايه يعني تصوروها كده، معناها انت كنت انا يعني كنت هتعيش قد ايه وعشت قد ايه في الحقيقه، بمعنى المتوقع انك تعيش قد ايه 80 سنه. ليه؟ لان ده متوسط البشر مثلا سنه 2020. عشت قد ايه؟ الاعمار بيد الله، ممكن واحد يبقى صحته زي الفل ويدوسه عربيه، واحد صحته زي الزفت وبيشرب سجاير ومش عارف ايه ويعيش 100 سنه. ماشي ماشي، متوسطات، احنا بنتكلم على public health مش افراد. ففي المتوسط الدالي ده معناه لو متوسط عمر الاشخاص 80 ولقيت مثلا قريه معينه متوسط عمرها 70، اروح احقق اكتشف ان القريه دي مثلا فيها معادن معينه ولا مش عارف تلوث معين في مصدر المياه بتاعته. بلد مثلا لو بصينا على اللايف اكسبكتنسي بتاع بلاد العالم، هتلاقي بلاد غريبه كده واقعه، في بلد معينه في افريقيا ايه ده متوسط الاعمار 60، افغانستان من اقل متوسط الاعمار في العالم. طب ليه؟ ما هي بلد زي بقيه البلاد. ليه؟ لان افغانستان عانت من حروب لفترات طويله جدا، الحروب نفسها بتموت وما ترتب عليها من ما بيطعموش يعني اي حته فيها حروب، مفيش رعايه صحيه كفايه وهكذا. فالدالي ده اهميته ان هو مش بس بيقول لك الناس عمرها قل قد ايه بسبب الموت، بمعنى يعني لو انا عندي بلد فيها 1000 واحد زي ما قلنا متوسط الاعمار 70 او 80 مثلا، وبعدين لقيت ان 500 منهم ماتوا في سن 40 سنه بسبب مرض معين او حرب او كده، يبقى دي هتقلل المتوسط الكلي. طب ما ماتوش يا سيدي، بلد تانية ما ماتش فيها حد ولكن قاعدين كلهم نايمين في السرير، ليه؟ جالهم شلل اطفال مثلا، ما اتطعموش، او جالهم ايدز زي في افريقيا. في البلاد اللي في افريقيا كتير مش شرط الناس بتموت، بس بتقعد فتره طويله جدا في امراض كتيره بسبب نقص المناعه اللي سببها فيروس نقص المناعه اللي هو الاتش اي في فيروس اللي بيسبب مرض الايدز. فما هذا بقى الدالي؟ الدالي بيجمع حاجتين عشان يقول لك واقع المرض عليك. years of life lost، مات يعني اتحرمت من الحياه كام سنه، مش انت برضو كفرد، ركزوا عشان كفرد ملهاش اي معنى لان الاعمار دي زي ما قلنا اقدار و لكن كمجتمع كم سنه خسرها المجتمع بسبب موت افراده قبل اوانهم اللي هو المتوسط، وكم سنه كمان lost due to the D بقى disability اللي هي disability adjusted life years. فهو مجموع years of life lost كم سنه خسرتها زائد خسرت كم سنه بسبب العجز. بمعنى ايه؟ الداليز بتتحسب لحاجتين، لبلد او لمرض. بمعنى مثلا لو بقارن مصر وليبيا هقول مثلا مجموع الداليز كلها في مصر كام، بمعنى الانسان المصري كان المفروض يعيش 70 سنه لو ما عندوش امراض، يعني في 70 في 100 مليون واحد في مصر المفروض يعيش 70 سنه، 70 في 100 مليون يعني 7 مليون 7000 مليون، ده متوسط اعمار المصريين كلهم نظريا. فلقيت ان الدالي اثر من عمر مصر مثلا 10 مليون سنه، بمعنى ان في ناس كتير جالها هيباتيتس سي نقص لنا 10 مليون، والسكر نقص لنا 5 وهكذا. كل مرض ليه دالي، ومجموع الدالي دي ممكن تقارن بلد ببلد. معناها ايه برضو تاني؟ يعني ايه السكر الدالي بتاعه مثلا 5 سنين؟ يعني السكر ممكن يكون اكتر من 5 سنين، ممكن يبقى 10. بمعنى ايه؟ ان السكر يخش بلد، لو بلد عندها نسبة مرض الدايابيتس اللي هو داء السكري ده اللي بيسموه دايابيتس، الناس دي
بيقصر عمرها 3 سنين مثلا. بمعنى ايه؟ اي حد عنده دايابيتس في المتوسط طبعا بيموتوا قبل التنين ب3 سنين. طب ليه قلت الدايابيتس قلل من عمر البلد دي 6 سنين للفرد؟ يعني لو البلد دي سكانها 100 مليون نقص 600 مليون سنه من عمر مصر. ليه؟ في المتوسط برضه، ما ممكن يكون تلتين البلد ما عندهمش سكر، لكن التلت اللي عنده سكر نقص متوسط البلد. نقص 3 سنين من عمر كل واحد عنده سكر، زائد 3 سنين او 4 سنين كمان نقصهم مرض، بمعنى عايش ومش عايش، زي كما قال المطرب. هو عايشهم بس ديسابيليتي، عنده نوع من الديسابيليتي، العجز. طب العجز ده كامل ولا مش كامل؟ لو المرض شلل ممكن يبقى العجز، نقول الدالي بتاع المرض ده بيموت الناس مثلا كذا، وبيعيشهم 3 سنين كانهم ميتين قاعد ما بيتحركش خالص، شلل كامل. لو المرض مثلا بيجيب كوما، غيبوبه، كانه ميت بالظبط، فتقول ان برضه الديسابيليتي بتاعته 100%، يعني بيقعدك تماما. لكن في مرض ممكن يقعدك مثلا امراض الكلى الشديده، بتضطر تقضي مثلا 10 ساعات او 15 ساعه في الاسبوع بتعمل داياليس، فده نقص من اللايف، يعني عمل لك ديسابيليتي 15 ساعه في الاسبوع، يبقى نقص مثلا من كانه نقص من عمرك المنتج او الفعلي مثلا، يسموها بقى مش عارف 20% 15% اي حاجه. يعني كل مرض في جداول بقى، ممكن تروحوا على اللينك بتاع الدبليو اتش او ده، جداول كتير جدا بتوصف الدالي. طب احنا نعرف ايه كناس عايزين تذاكر الحته دي ببساطه كده؟ اهم حاجه في الدالي اولا ان هو نيجاتيف انديكيتور، فالدالي دي مش سالب. يعني لو بلد كتب لها ان تعيش 100 مليون سنه، يعني فيها 100 مليون نسمه قصدي، كل واحد بيعيش 70 سنه، لو من ال 100 مليون دول في 5 مليون بس عاشوا 65 سنه، توفوا في سن مبكر، ده معناه ان في سبب ممرض هنا نعرفه. فالدالي حاجه بتنقص من عدد السنين، زائد انهم عاشوا 5 مليون سنه كمان، ما فيش حد بيعيش 5 مليون سنه، بس في 5 مليون مواطن عاشوا كل واحد فيهم سنه مريض. السنه دي مش سنه متصله، يعني نقص من حياته سنه بحالها، ما بين المستشفيات والمش عارف ايه والايه، من حياته كلها قضى سنه في حال بحالها من حياته، سنه دي كتير، او 365 يوم من عمره في مستشفيات. فيبقى الدالي نقص من عمره الفعلي، موته مثلا 60 سنه بدل 70، ونقص من عمره كمان زي ما قلنا سنه بحالها مستشفيات، يبقى الدالي نقص من عمر الشخص ده 11 سنه. فالدالي ممكن اقارن مرضين، لو انا عايز مثلا امول بحث لمرض السكر في مصر، وبحث مثلا لمرض مش عارف فيروس نادر جدا زي الزيكا فيروس، مش موجود في مصر اصلا، نادر جدا، موجود في امريكا اللاتينيه. طب الدالي بتاع الزيكا فيروس ده كام في العالم؟ ممكن يبقى عالي جدا، لكن الدالي بتاع الزيكا فيروس في مصر بمعنى بيأثر قد ايه من عمر المصريين؟ 2.5 سنين. بينما السكر بيأثر من عمر المصريين بتاع 50 مليون سنة، يعني بيأثر من عمر كل، فاهمين، 50 مليون، يعني 100 مليون مصري في المتوسط بينقص منهم نص سنة، 50 مليون سنة. ليه؟ لأن مثلا ربع المصريين بتتحسب كده، يعني ربع المصريين نقص من عمرهم سنتين، يبقى كل المصريين كأنه نقص من عمرهم 50 مليون سنة. يبقى أنا همول في الحالة دي، لو أنا يعني ما عنديش سبب معين يخليني أمول حاجة دون حاجة، هاخدها بالدالي. الهيباتيتس سي في مصر ليه أولوية؟ لأنه قصف عمرنا، يعني مصر عانت كتير جدا اقتصاديا، ما هو الناس مش بتنتج، اللي بيجي لهم هيباتيتس سي بيقعد يتعالج، أنت بتخسر البلد مرتين والمجتمع، بتصرف علاج وفي نفس الوقت ما بتشتغلش، فانت طبعا العمليه هي حسبه كبيره. طيب ده كان الهيلث وازاي نقيسها، كلام كتير قوي معلش، بس مهمه جدا المقدمات دي. نراجع تاني كل حاجه. الهيلث هي حاله من الويل بينج وليست مجرد الخلو من المرض. الببليك هيلث هي ان تكون الهيلث دي المجتمع كبير، يعني هدفي في الببليك هيلث ان انا مش بس واحد ما يعيش، ان المجتمع كله يبقى محمي برضه في الويل بينج بتاعه، فيزيكال ومنتال وسوشيال. والهيلث دي عشان اقيسها الفرد او المجتمع، فانا لازم عشان انا اقيس الهيلث المفروض اروح اشوف شويه مؤشرات، اهمها طبعا اللي بيموتوا قد ايه في السنه، متوسط عمر الانسان اللي هي المورتاليتي انديكيتورز، الموربيديتي انديكيتورز اللي هي بتاعه المرض. ولسه بقى قايلين دلوقتي حاجه بتجمع المورتاليتي والموربيديتي، ده برضه يعني سؤال صح وغلط هام جدا. دالي combines mortality and morbidity true. دالي combines مثلا mortality and life expectancy خطأ.
life expectancy هي متوسط العمر، ومورتاليتي هي نسبة الوفيات. طب فين الموربيديتي؟ لا، دالي اهم حاجة في الدالي ان هو بيحسب كمقياس الانسان خسر قد ايه بسبب الموت المبكر او يعني الموت قبل المتوسط زائد المرض. فهو دالي is a morbidity and mortality indicator. تمام. وطبعا في 4 indicators ايجابيين اللي هم الحالة الاقتصادية والenvironment ويعني الرعاية الصحية والnutrition. فنفتكر الكلام ده كله بالتالي نعرف ان public health زي ما قلنا هو اللي بيحمي safeguarding and improving community health. وشغلة public health هي preventive وليس علاجية في الأساس. العلاج ده بيعمله كل الدكاترة وكل الصيادلة وكل الناس اللي في المجتمع، ما عدا قلة منهم بتختص بأنها تمنع المرض قبل وقوعه، اللي هم بيشتغلوا في الصحة الوقائية أو الطب الوقائي، زائد أنه على مستوى population مش على مستوى الفرد. لو في حاجة بتضحي بصحة، يعني بتقلل شوية من صحة الفرد بس تنقذ المجتمع كله، بتوع البابليك هيلث يهتموا بيها. الدكتور العادي اللي في عيادته يعالج الفرد على احسن طريقه لغايه اخر نفس، انما بتاع البابليك هيلث بياخد قرارات صعبه، وزي ما سمعنا برضو حصل في ايطاليا وبلاد تانية، بياخد قرار صعب جدا. ما عنديش غير سرير واحد، احط اللي عنده 80 سنه ولا اللي عنده 17 سنه؟ يعني قرار غير، يعني مش ممكن انسان ياخد. ما هو واحد عنده 80 سنه وبني ادم، بالعكس ممكن يكون عنده 80 سنه ده شاعر وانجز للمجتمع انجازات كتير، وعنده 17 سنه ده صايع بيجري طول اليوم واللي يشرب ما اعرفش. بس هو في الاخر انت عندك اختيار اخلاقي صعب جدا كبابليك هيلث، مش الاختيار بتاع الهيلث براكتيشنر العادي. الهيلث براكتيشنر العادي قدامك حاله عالج، بابليك هيلث عندك 15 حاله والمستشفى ما فيش غير 10 سراير، تعمل ايه؟ ممكن تعالج كل واحد بنسبه 60% ولا تختار 10 وتسيب 5؟ صعبه، ما لهاش اجابه، يعني اتس ا كيس باي كيس. طب البابليك هيلث is a one health approach، ودي حاجة مهمة جدا وconcept جديد نسبيا بس أخذ يعني منحة هام جدا السنة دي، وهو إن ال public health is one health approach. بمعنى إيه؟ إن هي صحة واحدة، صحة الإنسان والحيوان والبيئة. مينفعش الطبيب البيطري يقولوله إيه أنت تروح تعالج الحيوان في حتة والطبيب البشري يعالج الإنسان في حتة وما يكلموش بعض. مينفعش الصيدلي يقول أنا ماليش دعوة، أنت زي ما تديني الروشتة هنفذها. كله لازم يتكلم مع بعضه in a collaborative multi-sectoral way. وخاصة أهم حاجة في كلمة one health هي إنسان وحيوان وبيئة، هو ده كلمة، يعني دي معنى one health. health of animals and environment are totally connected للhealth of people، ما ينفعش تفصلها وتعالج كل واحد لوحده. وشفنا طبعا أسوأ مثال يعني شفناه في عصرنا الحديث وعمرنا هو ما يحدث حاليا، خفاش. انا مالي انا بالخفاش؟ انا مش طبيب بيطري ولا عالم حيوان، لا مليك قوي بالخفاش، لانك لو درسته كويس وحللت كل الفيروسز اللي عنده تقدر تمنع، خلاص الوباء ده حصل تقدر تمنع الاوبئه القادمه. طب انا مالي بالبقر والخرفان؟ البقر والخرفان والفراخ ومش عارف ايه، لو انت بتغذيها انتيبيوتكس مع الغذاء عشان يربربوا ويتخنوا ويجيبوا لك دخل اكتر، ممكن جدا تأثر على المناعة المقاومة ضد المضادات الحيوية في مصر كلها. فلازم تتكلم الـ environment. طبعا الـ environment برضو نهر النيل نزلت فيه بس حاجة من مصنع، انسى بقى لصحة أفراد ولا حيوانات، ضرب وهم الاثنين. فهو ده الـ one health approach. وأحد الأمثلة يعني الصارخة عليه هو ما يسمى بالـ animal spillover اللي حصل السنة دي. spillover يعني زي ما تكون إيه، دلدقة هي معناها الحرفي، إن حاجة بتيجي للحيوان طول عمرها. إيه اللي خلى الحيوان ينقل للإنسان أمراض؟ ما هو دايما في تبادل بينهم وخلاص وصلنا للتوازن. ليه يجي دلوقتي فيروس من الخفاش للإنسان؟ لأن الإنسان عمال يقطع في شجر ويعيش أقرب للفيروس. زمان كان كل واحد للخفافيش. تقطيع الغابات والتلوث والحاجات اللي زي دي اللي هي البيئة، مكون الأول من One Health، أثرت على الحيوان المكون الثاني من One Health، أثروا على صحة الإنسان directly and indirectly. دلوقتي دايركت إن البيئة ممكن تتعبك بسبب التلوث، يعني الحاجات اللي في الهواء وكده. indirect بسبب ان البيئة وتغيرات المناخ خلت الخفافيش تهاجر من حتة لحتة، خلت الفيروسات الخفافيش تروح لقرد، القرد يجيب لشخص إيبولا في أفريقيا أو يروح يجيب له كورونا في آسيا وهكذا، أو زيكا ناموس يعني حاجات زيكا. آخر تعريف في هذه المحاضرة الطويلة الأولى، هي المحاضرة ما تبقاش طويلة كده في المدرج على فكرة، بس هي عشان بقى كاميرا وما فيش توقيت، احنا شغالين على
اونلاين، فانت ممكن تقسمها وتشوفها. اخر جزء في هذه المحاضره هو تعريف كلمه ابيديميولوجي، علم الاوبئه. ابيديميك، ابي طبعا دي دايما بيسموه بريفيكس او يعني مصطلح من اللغه اليونانيه من زمان، في ابي وميتا ومش عارف بارا. ابي دي معناها على او فوق، ديموس كلمه ديموس هي نفس الكلمه المستخدمه في الديمقراطيه، ديموكراسي هي حكم الناس، كان زمان في اوتوكراسي وديموكراسي، حكم فرد او يعني حكم سلطه اوثوريتي معينه، حكم افراد. حكم افراد ده اللي اخترعوه الجريك اللي هم قالوا ان الشعب يحكم نفسه، فكلمه ديمو معناها شعب ناس، ابيديميك يعني حاجه وحطت على الناس بالحق بالبلدي كده. فالابيديميولوجي بقى هو الجزء السلبي من او يعني اللي بيختص بالناحيه السلبيه اللي قلنا عليها في الصحه العامه. احنا قلنا الصحه والصحه العامه هي الخاصه بمنع الامراض وتحسين الويلبينج يعني تحسين حاله الناس. الابيديميك هو علم دراسه انتشار الامراض، علم الامراض نفسه اسمه باثولوجي اللي هو وصف المرض، لكن علم انتشار الامراض وانتقالها هو ابيديميك، ماذا يحدث للناس الكثيرين. وديميك ابيديميك هنا بتحصل للبني ادمين، شبهها بقى موضوع ابيزوتيك هنتكلم عليه المحاضره الجايه اللي هو ماذا يحط على الحيوانات او ماذا يحدث لها. فالإبيديميولوجي ده جزء من الميديسن بيدرس انتشار وحدوث الأمراض. وعلى فكرة كلمة إبيديميك مش شرط، أو إبيديميولوجي مش شرط يختص بالأمراض المعدية بس، هو أشهر في الأمراض المعدية، لكن ممكن نسمي إن في وباء مثلا إدمان الإنترنت، ده وباء بيقولوا دلوقتي الإنترنت أديكشن إبيديميك، بيقولوا فيه الديبريشن إبيديميك، الاكتئاب، الديابيتس ممكن يبقى إبيديميك، السمنة إبيديميك. فأي مرض بينتشر على مستوى عام اكثر من الشكل الطبيعي بتاعه اللي هو يجي لواحد اتنين فجاه يجي ل 15 20 واحد ويزيد وينتشر سواء معدي او غير معدي، بيدرسوا علم الابيديميكس في وسط البوبوليشن. البوبوليشن دي برضو المره الثانيه نقول ممكن يبقى سكان حي، سكان مدينه، سكان قريه، سكان بلد بحالها، سكان العالم. وبالتالي الابيديميولوجي بتدرس حاجتين، ازاي المرض بينتشر في حته معينه من الناس، ممكن يكون بينتشر في اطفال في كبار حاجات زي كده، وما هي العوامل اللي بتعمل ده، زائد ان هو في الاخر عايز يمنع. يبقى الابيديميك ده الجزء اللي قلناه عليه في الصحه العامه اللي بيختص بمنع الامراض مش بتحسين الاكل والشرب والكلام ده، انت عايز تكونترول وبريفنت هذه الامراض. وده الوضع اللي احنا عايشينه باستمرار في عام 2020 منذ بدا هذا العام، ان احنا على طول في حاله ترقب وترصد للتحكم أو السيطرة ومنع مرض الكورونا فيروس. الإبيديميولوجيست بيبقى عامل زي بالظبط إيه المحقق اللي بيقعد يشوف بصماته كده، أنتوا شفتوا يعني في حالة الكورونا فيروس بندور ابتدى فين؟ في حاجات مش عارفينها لسه، مش عارفين بالظبط أول شجرة وأول خفاش نقل المرض لأول إنسان، وغالبًا ده حصل من سنين مش دلوقتي، إن الفيروس قعد شوية في البني آدمين يتكيف معاهم لغاية لما بقى ينتشر من إنسان لإنسان ويبقى يوصل للرئة وحاجات زي كده. الابيديميولوجي بيدور في كل الكلام ده كله. طب في مصر فاكرين قصه اول ما كورونا ابتدت في مصر، المحققين راحوا عرفوا ان في مركب في النيل فتعمل لها حجر صحي، لما تلحق الحاجات دي بدري بدري تقدر تعمل تحكم وسيطره، لو فلتت منك قريه ما مش عارف جنازه حصل فيها، يعني دي الحالات اللي ذكرت في الاول، عيد ميلاد واحد عزم اصحابه مش عارف في قريه سياحيه ملهاش بقى علاقه غني فقير، كل يعني برضو بره مصر حاله معينه، مثلا كواير ناس بتعمل كواير يعني بيتدربوا على الغناء معا اتعادوا كله، دي بقى بيزعقوا بيغنوا بيرحبوا ببعض واللي بيغني بيغني بصوت عالي فنفسه بقى بيطلع بكل الدروبلتس اللي طالعه من بقه فتنتشر، ممكن مدرسه واحده تلاقيها برضو بؤره الابيديميك وحاجات. يكفي جدا جدا هذا الجزء النظري، ويعني عايز اختم بيه هذه المحاضره الاولى الطويله جدا من الصحه العامه. مره تانية بكرر المقرر ده اسمه MD 710، ال MD 710 ده مطروح اساسا لطلبه المستوى الرابع من برنامج الساعات المعتمده في صيدله القاهره، لكن احنا يعني هو معروض كمحاضره عامه ايضا، هيبقى في لقاء تاني بالنسبة لطلبة صيدلة القاهرة عشان نركز بقى على الحاجات اللي هي بتاعة الكورسات، يعني اللي هو طب الكورس ده ايه الأجزاء المهمة فيه اللي يعني بتتسأل فيها، وايه الأجزاء اللي أنا هطبقها في المحاضرات الجاية وحاجات زي كده، دي الحاجات التكنيكال
الخاصة بمقرر بعينه، لكن in general كان هذا يعد يعني مقدمة طالت قليلا في موضوع الصحة والصحة العامة ومؤشرات الصحة ومعنى كلمة وباء. لو حضراتكم بقى تحبوا تطبقوا الكلام ده شوية، والتطبيق بيكون أحيانا أفضل بكتير من كل الرغي ده، في أكتيفيتي كده في نهاية المحاضرة الأولى هي بيزا ديتكتيف، يعني كن أنت عالم الوباء بقى. ففي ويب سايت طبعا ممكن تروح على WHO وتشوف كل بلد ونسب فيها، فده ممكن تدور فيه على وضع مصر مثلا ايه بالظبط بالنسبه للعالم. في ناس بتبقى متشائمه تقول احنا حالتنا الصحيه مزريه، وناس بتبقى متفائله تقول احنا احسن بلد في العالم. شوف احنا فين، واحنا فين في كل حاجه، في عدد المستشفيات، ما هتلاقي مؤشرات كتير جدا، وهتستغرب ان في حاجات احنا فيها عاليين جدا، وحاجات احنا فيها قد تظن ان احنا من مثلا ما عندناش مشكله ويطلع في مشكله. معدلات الانتحار مثلا في العالم، تفتكروا مصر فين فيها؟ معدلات البريست كانسر مثلا، السرطان القوي، حاجات كتير قوي هتلاقوها. في خريطة تانية بقى ألذ كمان، منظمة الصحة بتبقى جافة شوية، جداول وورق تدور فيه. في حتة حلوة جدا، هو اللينك طويل قوي ما اقدرش اقراه، اسمه الفيز هاب، بس ممكن تاخد اللينك كله تعمل عليه كليك او كوبي وبيست. ده مش هوم ورك، دي حاجة ليك عشان تشوف، شوف مصر فين مثلا، اختار مرض معين وشوف على الخريطة مصر فين، هيباتيتس سي مش عارف، اسف هو ده يعني، بتختار مصر مثلا هنا في مرض. انا اخترت الهباتيتس سي عشان احنا مشهورين ان كان عندنا حالات كتير جدا، وفي اطارها للزوال ده هتلاقيه بيعلم على طول على مصر وعلى بلد تانية، اعتقد نيبال في اسيا، ولا لا دي باكستان، دي للنيبال حاجه كده. المهم منغوليا ونيبال، في كذا بلد في البلاد الاسيويه عندها يعتبر عالي. وممكن بقى تقعد تفنن بقى زي ما انت عايز، اختار السن، ممكن تلاقيه كتير في الاطفال وقليل في الكبار، ميل وفي ميل. ممكن تقارن بلدين، يعني هنا بيوريك الخريطة كلها، ممكن تخش على الموقع ده وتقارن أكتر من بلد، يعني هي من التاب بتاع كومبير. ويكفي كل هذا لهذه المحاضرة. إزاي هنذاكر الكورس ده بالنسبة للطلبة بتوع MD 710؟ لما هنتقابل مع بعض هنتكلم، بس بفكركم دايما ممكن تستعمل مايند مابس، الكونسبت والتعريفات وكل الحاجات دي هتلاقيني حاططها لك في الكويزلت دي، برضو متاحة للجميع يعني. مش الكويزلت دي وسيله حلوه قوي سواء على اللابتوب او على التليفون لحفظ، يعني لحفظ بمعنى تخزين، يعني اي مجموعه من التعريفات وتعمل لك هي فلاش كاردز او تحولها حتى الجيم جاسين جيم او ماتشين جيم. في هذه المحاضره برضو لو عايز تستزيد اقرا عن الدالي اكتر، هتلاقي افلام كتير قوي على اليوتيوب، وبالنسبه لطلبه صيدله القاهره هتلاقيها على الويب سايت بتاع الكورس. الوان هيلث ابروتش برضو ممكن نقرا عنه زياده لانه مهم قوي خاصة في هذا العام الكوروني. وبرضو دايما ممكن تروح على الابليكيشن اللي اسمها سوكراتيف، هتلاقي دايما كويز قديم او جديد ممكن تقعد تتمرن فيه. بشكر حضراتكم جدا على حسن الاستماع يعني، وطولت عليكم شوية. ان شاء الله هتلاقي التسجيل برضو بقية المحاضرات، المحاضرة التالية هتكون مبادئ الإبيديميولوجي بقى بالتفصيل وطرق انتقال الأمراض، والمحاضرة الأخيرة بتكون منع بقى الأمراض، ندرس انتقالها الأول وبعدين منع. بشكركم لو وصلتوا لهذه الدرجة لهذه اللحظة فأنتم استمعتم للكثير، أو حتى لو عملت سكيب ووصلت برضو للحظة دي بشكركم، وإن شاء الله نتقابل تاني في محاضرة تالية. بالنسبة اللي بياخدوا السمر كورس طبعا المحاضرات كلها ورا بعض كده، بشكر حضراتكم.